أمامية وتصل الكرة في وسط الملعب مرة تانية للاعبي النادي الأهلي، وهذه الانطلاقة في اتجاه اللاعب محمد هيثم، ولسه والضغط أمامنا من اللاعب زيدان ناجح على دفاع نادي المقاولون، وترجع الكرة مرة تانية ياسين عاطف. يا عيني يا عيني على الجمال، حلوة يا ياسين عاطف، بيسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، المرة دي بقى استغل الأخطاء وقدر إن هو يسدد تصويبة صاروخية ويسجل الهدف الثاني علشان يسعد كل الجماهير الأهلاوية في مباراة اليوم. يا ولد يا لعيب يا ياسين يا عاطف، حط الهدف الثاني وسجل الهدف الثاني في احداث هذا اللقاء للنادي الاهلي. اثنين الاهلي لا شيء، المقاولون والاهلي مشاهدينا الاعزاء يقترب بشده من حسم لقب دوري الجمهوريه لمواليد 2007 في مباراه اليوم. وادي الخطا بقى في الدفاعات، وشوف الراجل، شوف الراجل استلم بشكل جيد جدا. ياسين عاطف اللي لديه 8 اهداف وده الهدف التاسع ليه في مسيرته في هذا الموسم، وهدف